فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال تكرر وهذا واحد منه، يقول: يحتج كثير من الناس أو يقول كثير من الناس هذه الأيام إنكم قد رجعتم عن فتواكم بحرمة التصوير بكافة أشكاله، ويحتجون على ذلك بظهوركم في بعض القنوات الفضائية وتصوير محاضراتكم. يكذبون، أنا ما ظهرت في أي فضائية، ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية. أما إنهم يأتون ويأخذون من المحاضرة يأخذونه وأنا ما أذنت لهم ولا حتى ما دريت عنهم، هذا إثمه عليهم، إثمه عليهم. أما إني ظهرت في فضائية فهذا كذب، أنا ما ظهرت ولله الحمد في أي فضائية، رغم المحاولات معي ما أجبتهم بذلك، لأن يشوف اللي هم خدعوا أوقعوهم في أغلاط وأوقعوهم في بلاوي، سلطوا عليهم الناس، هي خبالة، هذه الفضائيات خبالات، احذروا منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل المصور الذي يصور المحاضرات والدروس العلمية يدخل في الحديث فيكون كسبه؟ نعم يدخل في هذا، لا حاجة إلى التصوير. المحاضرات العلمية تسجل، تسمع، تكتب، المقصود حاصل بدون التصوير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الصور الفوتوغرافية التي تكون في الجوال وتصور بالجوال هل تدخل من ضمن الصور المحرمة؟ وهل يجوز بيع الجوالات التي تكون فيها كاميرا؟ وهل يجوز استخدامها في التصوير؟ الصور عامة، الجوالات وغيرها، الحديث ما خصص شيء، وآلة التصوير أيضا عامة، يحرم بيعها، يحرم بيعها إذا كانت خاصة بالتصوير. أما الجوال الذي تحتاجه للمكالمات والاتصالات فهذا تعطل ما فيه من التصوير، تعطله تعطيلا تاما، تعمل شيء يجعله ما يصور، ولا تركه واشتري واحد سادة ما فيها كاميرا. نعم. يقول ثم تعطل هذه الكاميرا ولا تخليها ما تصلح للاستعمال، وإلا اشتر شيء خالي من الكاميرا، وهو كثير ولله الحمد. نعم.